النقد بأسلوب عام هذا مو ناقد، هذا هادم. لابد أن نعتمد الضوابط التي رسمها لنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في تفعيل النصيحة. سيد محمد باقر الصديق مفكر عظيم بس مو محقق تاريخي، وقع في أفوات تاريخية عجيبة هو سيد محمد باقر الصادر. النقد بأسلوب عام هذا مو ناقد، هذا هادم. أنا لم أرى السيد الإمام قدس الله نفسه تعرض لشخص بالإسم ويتكلم، قد يتكلم بشكل عام ولكنه أن يتكلم بالإسم لماذا؟ لأنه هناك كرامة مدرسة أهل البيت تصير تحت الاستفهام، فأنا أحفظ كرامة النوري مهم لو كرامة أهل البيت، أي منهما؟ النقد بأسلوب عام هذا مو ناقد، هذا هادم. ذكر في كتابه فدك في التاريخ أن الإمام علي لم يستشهد بحديث الغدير إلا في واقعة الرحبة، بينما ترجع للتاريخ تجد عدة موارد استشهد فيها الإمام علي والزهرابي حديث الغدير. سيد الصدر مثلا في بياناته التي صدرت آخر حياته بياناته السياسية قال إن الإمام علي كان يقاتل بالسيف تحت لواء الخلفاء. ما عندنا أي مصدر تاريخي، لا عند أهل السنة ولا عند الشيعة، الإمام علي لم يقاتل بالسيف تحت راية أي خليفة من الخلفاء الذين عاصرهم. ما عندنا أي مصدر تاريخي لهذا. هذه ذكره مو خصاصا، يعني ذكر اشياء بانيا على وقوعها هي ليست واقعه. الشهيد لازم اكمل، الشهيد المطهري رحمه الله مفكر عظيم ولكنه ليس محققا تاريخيا، ولاجل ذلك قد يقع في هذا، ما فيها مشكله هذه الخطأ. يعني النقد باسلوب عام هذا مو ناقد، هذا هادم. اما في مساله الاجتهاد فكلنا نرد على المجتهدين في بحوث درسنا، من من المراجع يستعرض الاراء ثم يسلم لها تسليما؟ الآية عندما انا اطرح الراي لفقيها مثلا، أستاذنا الشيخ الوحيد حفظه الله تعالى عندما يستعرض رأي السيد الخوئي ويطرح به، هل معنى ذلك أنه رد على السيد الخوئي؟ هل هذا يكون رد على الله سبحانه وتعالى؟ ما لكم كيف تحكمون؟ بالعكس، احنا نطرح الرأي ونناقش الرأي ونطرح رأينا وناقش رأينا. أنا أحارب الفكرة ولا أرفع يدي عنها، لأني لا أقبل نفسي أن أكون كلبا لأي كان، لأن الله لا يقبل لي ذلك، وأيضا لأن النبي والأئمة لا يقبلون لنا ذلك. علي يقول وما أنا إلا عبد من عبيدي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا لم أرى السيد الإمام قدس الله نفسه تعرض لشخص بالإسم ويتكلم، قد يتكلم بشكل عام ولكنه أن يتكلم بالإسم لماذا؟ لأنه هناك كرامة مدرسة أهل البيت تصير تحت الاستفهام، فأنا أحفظ كرامة النوري مهم لو كرامة أهل البيت، أي منهما؟ هذا الذي أنا قلت أنا أحفظ كرامة أئمة أهل البيت لو كتب الحديث، أي منهما؟ أنا أحفظ المجلسي لو أحفظ الإمام الصادق، هسه أنت تحفظ المجلسي موفق أنت، لكن أنا بخدمة الإمام الصادق، أنا مو بخدمة المجلسي ولا الطوسي ولا المفيد ولا الصدوق. قال التي غالبها بالهزل أشبه منه بالجد وهو رحمه الله. التفت جيدا تقييم السيد الإمام لشخصية منه، ها؟ شخصية منه المحدث النوري، وهو رحمه الله شخص صالح وشاذ ما حد يقتل ومتتبع، إلا أن اشتياقه لجمع الضعاف والغرائب والعجائب وما لا يقبلها العقل السليم والرأي المستقيم أكثر من الكلام النابع. والعجب من معاصريه، هسه الآن يبدأ حملة على من؟ ها؟ على حوزة النجف. يقول والعجب من معاصريه من أهل اليقظة كيف ذهلوا وغفلوا حتى وقع ما وقع مما بكت عليه السماوات وكادت أن تتدكتك على الأرض ولا تسقط على الأرض، إلى أن يأتي في صفحة 247 وبالجملة ففساد هذا القول الفظيع والرأي الشنيع أوضح من أن يخفى على ذي مسكة، إلا أن هذا الفساد قد شاع على رغم علماء الإسلام.